خطأ متصعب. شكرا. طيب اعطونا الحضور لوكيشن يا شباب اذا هو جاهز. فيه تنوع يعني خفيف، تطور عن امس، تطور عن امس بنسبه 60%. قبل شوي كان في جلسه في المجبب، شفتوها؟ كانت سلطان الهميلي وريان اللي قبيلات. يا اخي نفتقد الجلسات الثنائيه. هل شفت جلسه ثنائيه من بدايه البرنامج الى اليوم 62؟ تعد على الاصابع، 3-4 على اصابع اليد الواحد، مع انها هي افضل الجلسات اللي خلينا نقول خلاص شباب رجعوا لنا الله يعطيكم العافيه، افضل الجلسات اللي ممكن الواحد يتحدث فيها بريحيه وبصراحه، وحتى يمكن نقول نتعرف عليه اكثر، ويستطيع من خلال هذه الجلسات توجيه رسائل عظيمه للجمهور، للمقدمين، لنفسه، لزملائه، لفرق الدعم. هذا هو الوقت المناسب، لكن من هو الذكي الذي يستطيع استغلاله؟ هل الجلسات الثنائيه سعيد تميل لها ولا الثلاثيه والرباعيه والجماعيه؟ الجلسات متى ما ضبطت ترى تكون ممتعه، ولكن الثنائيه كل ما قل العدد كانت الجلسه اضبط، بتكون الجلسه افضل منها تكون برنامج غالب عليه انهم كلهم يتجمعوا. اي هذا المصيبه. لكن شوف الجلسه الثنائيه لماذا تنجح؟ لان كل ما اجتمعوا في جلسه قام 2-3 يخربوا، فتنجح دائما الجلسات. انت يعني اي كلام بسام امس فعلا احنا من البدايه نتكلم، مو كلام بسام، حتى كلامنا احنا من البدايه احنا نتكلم. جلسوا في جلسه، قام واحد القطره لي اللي هو الشيخ بهاج الله يحفظه، ولا الثاني قطع السواليف، ولا الثالث يسولف ويقاطع حديث اخوياه. يعني بالبداية نتكلم هذا ونقول لهم توزعوا في اللوكيشنات. شوف سلطان الهميلي وريال عامدي الان قبل شوي في جلستهم هذه الثنائيه، يعني كان موضوعهم جدا جميل وسولفوا واستمتعنا بسواليفهم، حتى اعطناهم من وقت الفقره. طيب بطلع من هذا المحور. سؤال انا عشان ما تسالني سؤال موجه الى الاداره الكريمه، هل يسمح بتصوير المتسابقين؟ من يعني من الضيف، من المقدم؟